اهلا ومرحبا بكم ايها الاحبه في كل مكان. المشاهدين الكرام الى الدور نصف النهائي من بطوله كي على مستوى الجولات الماضيه والمباريات الماضيه امام اتلانتا. مشاهدين الكرام في ذهاب نصف نهائي بطوله السافرون في الجوله الماضيه في مباراه لعبت خارج. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام، متابعي المستوى المحلي في بطولة الدوري وكذلك في مباراة لوزانو يتقدم يمر يعبر من الجهة اليمنى يأتي الفريق الذي مر طبعا بالكثير من الظروف. هذا المتابع بحالة من عدم الاستقرار، هنا تصويبة من هذا المكان، هذا المكان تصويبة هنا عن طريق لاعب انسينيا الذي أتى بالتصويبة الماضية الكرة إلى خارج أرضية الملعب. واحد من الأسماء لركنية لنابولي تلعب الكرة بهذه الصورة إلى الأتي اليمنى، هنا لوزانو يبحث عن العرضية يفعل ذلك. أتحدث عن الفوز الذي كان في أكتوبر، هنا محاولة إلى الأمام لكن التغطية حاضرة من جانب دفاعات نادي الماس. من هذا المكان السينية في محاولة تصويب لكن نابولي في اللقطة الماضية. فريق آخر انتصار يعود إلى نوفمبر الماضي مشاهدينا الكرام، منذ شهرين نتحدث عن بارما الفريق الذي فاز في آخر مباراة في 30 نوفمبر حسابي كروتوني. لدينا هذه المباراة ولدينا المباراة التي ستلعب الانطلاقة من خلالها في هذه اللحظات. يلعب الكرة إلى الأمام الباحث هنا عن الانتصار ولا غير ذلك. أمر جيد أن تلعب أن تلعب مباراتك على مستوى الجولة في الجولة في 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 آخر المباراة. زين هنا مشاهدينا الكرام ركلة ركنية لمصلحة بارما تلعب بها عش 2014. لوسانو من هذا المكان إلى خاص هذا البحث، هذا الساعي من جانب الفريقين إلى حد اللحظة الشباك خان عن الهدف الأول. الكرة ستلعب بالرأس هي كذلك أمامية لكن الدفاع يتدخل. أندرياس كورنيليوس اللاعب الدنماركي الذي تدخل في الكرة الماضية وأبعد المحام على يسار دافيد أوسبينا حارس المرمى. هنا الكرة لمصلحة نابولي ملعوب الكرة إلى الأمام لوسانو العرضية ولا يتغلب عليه إلا الميلان المتصدر والإنتر الوصيف. الميلان الذي فاز في 14 مباراة والإنتر الذي فاز في يتواجد الزميل هنا ترسل من جانب جيريسكي بالراس لكنها مرت انسيني من هذا المكان. يتقدم يمر من هذا المكان يأتي بالمرور يأتي بالعبور تصويب الله الله على المرور الماضي على الوصول الماضي على الهدف الملعوب يا سادة. أوه على الماس المقدوني الشمالي مر من بينهم عبر من بينهم. لاحظ المرور، هذا المرور يختلف عن الكثير من حالات المرور يا الماس. مر هنا عبر هنا ناظر هنا صوب هنا الله على يسار حارس المرمى الهدف الأول على الكرة بحوزته. يا سلام على الكرة الملعوبة العرضية دائما ما يحرر الإمكانيات المتوفرة. هنا الكرة إلى الأمام لكن التغطية المثالية الحاضرة ويبدو للخطأ على جيرفينيو اللاعب الإفواري. من جديد هنا الآن الكرة التي ترسل وتنظم وتلعب ومن خلالها التطلعات. خطأ موجود على كوليبالي، خطأ موجود على بارما داخل منطقة، تلعب الكرة إلى الأمام داخل منطقة الجزاء. الهدف الثاني لنابولي بتانيا العرضية الملعوبة الله 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 على لوزانو ارسالها من جديد. يا جنارو يا جاتوس اخر مباراه في اغسطس الماضي من العام الماضي هنا بتسيلا لمصلحه الماس. لوزانو 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 لا مرور ولا عبور، خطا موجود في اللقطه الماضيه على لوزانو. هذا لوزانو ضايع هنا لشوط المباراه الاول. الكره ملعوبه هنا بتانيا لنابولي تقدم موجود المتابعه لا تزال لكن خطا على بتانيا، خطأ على بيتانيا. هذا هو بيتانيا من يدوني شمالي الماس. استراحة قصيرة أيها الأحبة ألتقي بها. لدينا محاولة لبارما الفريق الذي بذلك سيحاول بما لديه من إمكانيات وسيأتي بكل ما يمكن أن يؤتى به من جانبه في هذه المباراة.
كل ما يمكن. تم يعني تقديم هذا المقترح بالدوري، كره ملعوبه من هذا المكان، تمريره من جانب لوزانو، 30 نقطه بفارق نقطتين عن يوفنتوس. هنا محاوله لبارما تصويبه الى خارج ارضيه الملعب عن طريق اندرياس كورنيليو. في دوري الدرجه الثانيه اخر تواجد قبل الهبوط الذي لا يعرف استسلاما الى حد اللحظه من هذه المباراه. الكره ملعوبه الى الامام لكن تغطيه موجوده من جانب دفاعات نابولي. تعادل في 7 مباريات وخساره في 10 مباريات، احصائيه ليست مريحه لهذا الفريق اطلاقا، ليست مريحه. 6 مباريات لم يسبق له أن خاض 11 مباراة تمر بالاستمرار لبارما. هنا في هذه اللحظات الكرة ملعوبة، كثير من الأمور لا تزال مستمرة لنابولي. تصويب، الله، أوه 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 على الروس، ساند أندريا كونتي، العرضية الملعوبة خلف المدافعين مرة أخرى في هذه اللحظات. هنا تصل لوسانو، كرة ملعوبة إلى الأمام، التقدم في هذه الفينيو من هذا المكان، خطيرة لبارما، قريبة لبارما، محاولة لبارما، الله، تسلل، تسلل في الكرة الماضية، من الغرابة أن يسلم من الجهة اليمنى. هنا التطلعات من جانب واحد من الأسماء الرائعة، لكن الله على حضور مانولاس في المركز الرابع. هنا العرضية الملعوب فيه، هو ذات اللاعب إرناني من جديد في هذه اللحظات لمصلحة بارما بالرأس، لكنها إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج. صافرة موجودة، هنا خطأ لمصلحة لوزانو، كرة ملعوبة إلى الأمام. لدينا هنا صغيرة على مستوى التحكيم، على كل الكرة الملعوبة من هذا المكان عن طريق لاعب إرناني، لكنها إلى خارج أرضية الملعب. لأن النتيجة هنا بهدف مقابل شيء، هدف يحتاج نابولي المحافظة عليه. هنا بطاقة صفراء على دييغو ديما، بطاقة صفراء. بمقتضيات المباراة، ماذا تريد المباراة؟ تريد المباراة هذه الوسيلة وهذه الطريقة. ملعوبة الكرة إلى الأمام، كاردو من جديد، الكرة ملعوبة طويلة إلى الأمام، تصويب نابولي من هذا المكان، الكرة ملعوبة، الله على تصويب، أوه على إلماس في ليلة دم من خلالها. العرضية هنا لا تزال خطيرة، بوليتانو، الله، ثنائية في هذا المساء، الليلة الجميلة الخاصة بنابولي، العودة إلى الوضع الطبيعي، إلى المسار الطبيعي، إلى المكانة الطبيعية. بوليتانو بالقدم اليسرى، الله على روعة التصويبة، على التوقيت، على الوضعية الماضية وعلى ما صاحبها من جمال. لاحظ هنا 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 الكرة الماضية، هنا التصويب، أوه رائعة من جانب بوليتانو، يذكرني بهدف في شباك أتلانتا منذ جولات مضت في بطولة الدوري هذا الموسم. من بعيد من بعيد من بعيد من بوليتانو بالقدم اليسرى، الكرة تسكن في الشباك ومن خلالها يأتي هدف التأكيد، هدف العبور إلى نقاط المباراة الثلاث، هدف التواجد بين الكبار، بين الرباعي على مستوى بطولة الدوري هذا الموسم من خلال